السلام عليكم جميعاً، معكم نادية الحسناوي، 25 سنة، طبعاً من مدينة تاليوين. أنا تقني في المختبر بالمستشفى الإقليمي لمدينة تيزنيت، وجيت نهضر لكم اليوم على هوايتي اللي هي الرسم. الرسم الحس الإبداعي كان مرافقني من صغري. أنا كنت الإبنة الكبرى للأسرة، دونك عشت واحد الفترة بوحدي. والرسم درتو باش نعمر وقت الفراغ. في الأول كان طبعا بأدوات جد بسيطة، وكان بالتخبية، ولكن من بعد الحمد لله شوية بشوية جا ديفلوبي المستوى ديالي ومازلتي حتى هما. كاين بلان دارتيست صراحة اللي كانت انسبيرا منهم، مي اللي متبعاهم بصفة دائمة واللي ليهم فضل في اللي وصلت ليه في الأسلوب ديالي هما الفنانة المغربية الواعدة عائشة جيبو، والفنانة البريطانية زي حافظ. اللغة الهدف ديالي ولا الرسالة اللي نبغي نوصلها عن طريق الرسم هي نلقاو الانور فويس ديالنا، ولكن ما كنقولو الصوت الداخلي الدفين. كل واحد يعطيه فرصة لراسو يكتشف القدرات ديالو، ما يترددش يجرب الحوايج جداد، وياخد شوية ديال الوقت من مشاغل الحياة ويخصصهم لراسو ولداتو، ينعزل فيهم على العالم وغادي يبان ليها الفرق في حياته. صراحة كنفتخر بجميع الأعمال ديالي، وإلا كنت غنختار هاد التلاتة هادو لأن عندهم واقع خاص في حياتي، وكنعتبرهم كتقييم للتطور ديالي في ذاتي وفي الأسلوب ديالي حتى هو. كاينين مبدعين كتار ما شاء الله اللي قلة منهم تعرفت عليهم شخصيا، ولكن اخرين ما حصلليش الشرف نتعرف عليهم. لكن الابداع عموما في تعليمي في تقدم ملموس الحمد لله، ولو ما يكونش يعني في جميع المجالات، لكن هناك اكيد ارتقاء يعني مع مرور الوقت. وكنظن هذا الشيء راجع للاجراءات ولا الاعمال اللي تبناتها المدينه باش تخليها تدعم المبدعين، مثلا انشاء المركب الثقافي ولا فتح الورشات ديال مهرجان الدولي للزعفران في وجه الشباب، يعني عطاتهم منصة جديدة اللي يبينوا فيها على المواهب ديالهم، اللي في نظري كان هذا هو العائق الكبير بالنسبة لهم من قبل. وطبعا إلى جانب ضعف التأطير وتقويم المواهب الصاعدة، لأننا كان افتقروا للمدارس اللي تدرس فيها المسرح مثلا من الفن التشكيلي على حق وطريقه. فاش كنقولوا اللي عنده ما يعطي، كنكونوا كنستثنيو واحد الفئه مهمه اللي مازال ما لقات القدرات ديالها. وكما كنقول ديما كلنا موهوبين وكلنا عندنا ما نعطيو. دونك نصيحتي لهاد الشباب هادو قبل من الشباب الطموح اللي ديجا لقى الموهبه ديالو، انهم يمارسوا اي حاجه كيبغيوها بشغف وما يتخلاوش عليها وما يضعفوش فقط ان الظروف شي نهار قررت انها تلعب ضدهم. فمهما طال الوقت يعني اكيد اذا كانت هذه هي الحاجه اللي كيرتاحوا فيها غادي يرجعوا ليها. وغي كاقتراح بسيط في البدايه، يعني الارتقاء بالابداع في المدينه بجميع حالاته، لما لا تنظيم يعني لقاءات ابداعيه لكل فنه لاحده، ولا معارض مشتركه مثلا بين فنانين ابناء المدينه، خصوصا يعني اللي عنده تجارب مشاركات بمعارض سابقه، يوفر فرصه بسيطه لواحد مبتدئ ويزعموا على المشاركات في معارض اقليميه جهويه ووطنيه كذلك. وكمان كنبغي نقول اننا كلنا مبدعين، اي حاجه كنديرها بطريقتي الخاصه وفيها اللمسه ديالي فهي ابداع. شكرا بزاف على الاستضافه ديالكم، نتمنى نكون خفيفه ظريفه على قلبكم، و I will see you soon إن شاء الله.